طب قولي الو. الو، حد من المنيا ولا ايه؟ لا المره دي حاجه. الو يا هالة، ايه المذيعه الجميله دي يا هالة؟ شفتي؟ ربنا يخليك. شفتي؟ مساء الخير. ايه ده، ما عرفتش صوتك؟ لا يا حبيبتي شوشو. ازيك يا حاجه شهيره؟ اهلا اهلا اهلا. ازي صحتك وازي نجمنا الكبير الاستاذ محمود؟ والله الحمد لله بخير. ازيك يا خير؟ منورين الدنيا كلكم، مستمتعه بيكم بالاغاني الحلوه وبالمشاعر الوطنيه الجميله، ومستمتعه بهالة كمقدمه. شايفه هي داخله مركزه، يعني الاسبوع اللي فات طيرت لميس، والمره دي قالت بلا خير وحاجات كده. مش عارفه ايه الحكايه. استنى يا خيري، انا مره عملت المقلب ده في وائل الابراشي. وائل يستاهل حبيبي يعني. لا والله منورين ربنا يخليكي. الحاجه شهيره في، واحنا في باريس وفي هولندا، هي المفروض انها اعتزلت التمثيل، لكن من حماسها في الاوبريت قامت ومثلت وادت، يعني كانت وحشاني وحشاني على وحشاني على المسرح، وكان اداء اكثر من رائع وحماس مش طبيعي. يعني ده كان بعرف المصريه اللي هي لما بتطلع. ده ما خليكيش تحني كده وتقولي طب كده في ادوار ادخل عليها بصراحه يعني. لا بص خيري، يعني زي ما بتقول هالة، هي بتبقى ساعات بتبقى الواحد كده في حياته بتيجي وقفات كده، لازم الواحد يقف وما يفكرش في اي حاجه غير انه يشارك في هذا العمل، لا في حب مصر وفي حب البابا شنوده اللي انا اصلا يعني بعشقه. وبعدين اصل الراجل العظيم ده ما كانش بابا الاقباط بس، لا ده كان اب لكل المصريين. لذلك لما الدكتور اسامه اتصل بينا ما تردناش ابدا، ورحنا بكل العشق والحب لبلدنا ولهذا الرجل الجميل، الشخصيه المتفتحة المتميزة اللي كلها إنسانية وسماحة وحكمة، ويعني راجل يعني أنا كنت بحب بابا شنودة جدا، بس كمان يعني إيه بالغيظة فيك يا هلا كان بيحبني. ده كان القلب الكبير يعني قوي قوي قوي، ويعني حكمته ووطنيته وازاي كان بيقف جنب البلد في كل الازمات، والكلمه الشهيره اللي احنا كلنا بنرددها، مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. يعني لا يعني كان جميل. ده انا حافظه له شعر والله. حافظه له شعر جميل. تحب اقول لكم حاجه منه؟ قولي ليه لا، يا سلام. كان بص يا خيري، يعني كان قال حاجه بيتكلم فيها ازاي هو ساب مفاتن الدنيا وراح لربنا سبحانه وتعالى والحب اللي فقال: تركت مفاتن الدنيا ولم احفل بناديها، ورحت اجر ترحالي بعيدا عن ملاهيها، خلي القلب لا اهفو لشيء من امانيها، نزيه السمع لا أصغي إلى ضوضاء أهاليها، أطوفها هنا وحدي سعيدا في بواديها، بقيثاري ومزماري وألحان أغنيها، وساعات مقدسة خلوت بخالقي فيها. الله الله، انت على العموم اديتيني مدخل الدخله الجايه. انا بشكرك جدا حاجه شهيره، وتحياتنا للاستاذ محمود والرانيا والمحمد والكل اللي عندكم وعمرو وكله. تحياتي ليكم كلكم، ومنورين الدنيا، والمطربات الجمال منورين الدنيا. ربنا يخليكي، تسلمي.